احنا في صيدلية الراعي وعند الدكتور عبد الرحمن. يا مرحبا بك يا دكتور. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. والله بخير ابشرك. الحمد لله. بسألك عن المشاكل اللي عند المربين الايام هذه وش هي؟ والله الايام دي اكثر مشاكل مواجههم عندهم المشاكل بتاعت الرمح، عندهم مشاكل بتاعت الطاعون، اكثر حاجه عندهم المعوي. ابو رمح والطاعون والمعوي. اي نعم. طيب وش الادويه اللي تنبع معها؟ التطعيمات والادويه اللي تنبع معها؟ والله التطعيمات الموجوده في التطعيم الامريكي للمعوي كوفاكسين، وفي الكوبلاك الاسباني. كويس، 8 سلالات ممتازه جدا. تمام. ثاني عندك الرمح في الشامل الجزائري، كويس، معوض بريال الاسباني او الهولندي، افضل حاجه يكون معوض الاسباني، يبدي نتائج طيبه فيه. نقدر نشوفها؟ 100%، كويس، يشتغل لك الرمح للتحاح للمخاط، كويس، وده بريال يشتغل لك للمشاكل التنفسيه عامه، تمام، دي افضل حاجه ضد المشاكل بتاعت الرمح. اما بالنسبه للسبوه في الدبس الاسباني السائل، كويس، معه مغسل طارد للبلغة في الموية، فنجال على 5 سطور لمدة 5 يوم ل7 يوم، بديك نتائج ممتازة فيه واحدة بواحدة. هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة يعديك لأبرمح للمشاكل بتاعت الماضية، المشاكل بتاعت الطراح، كله يشتغل معك. ممتاز. طيب يا دكتور، العلاج هذا يشتغل على الطاعون؟ ده بيشتغل في الطاعون، بديك نتائج ممتازة. عشان الطاعون كويس فيه مشاكل تنفسية ومشاكل هضمية، مشاكل الهضمية بتتمثل لك في الإسهالات، كويس، معاك التجرحات بتاعت الأمعاء، تديك إسهالات سوداء فيها رائحة قوية. أما المشاكل التنفسية بتلقى إنه في سرعة في التنفس، كويس، معاك تلقى في نهتة، الدوكسي ده ممتاز شديد. إضافة على كده في مادة، كويس، طاردة للبلغم وموسعة للشعب الهوائي، يعني للمشاكل التنفسية درجة أولى ما شاء الله تبارك الله. ممتاز. عبارة عن فيتامينات وأحماض أمينية وأملاح. تشتغل لك في البدنة والشعرة والتسميم، تمام، بتراكيز عالية جدا جدا ما شاء الله. خاصة بالتسميم. خاصة بالتسميم، تمام. دي خمائر فرنسية 100%، خمائر وظيفتها انها شنو؟ بتساعد على الامتصاص والهضم. يعني بتزيد لك معدل التحويل الغذائي للأكل. ايه الخمائر هذه معروفة، أنا جربتها، هذه خاصة بالتسمين وتعطي نتائج ممتازة. بالنسبة للي يشتغلون على التسمين وهذا لا تفوتوا، وهذه أنا مجربها وممتازة بالإضافة إلى الفيتامين. هذا دبس القصب يسمونه المولاس، هذا يعالج مشاكل تسمم الحمل خاصة في الماعز. الأيام هذه أكثر مرض تسمم الحمل، لذلك اللي عنده معزة يأخذ احتياط ويحط لها من هذا. تسممات الحمل، كويس، علاج فرنسي ممتاز جدا جدا ومجرب، كويس، للحالات اللي بتكون طايحة منتهية مرة واحدة، بتعطي منها 50 سنتي بالفم صباح ومساء 3 يوم، إن شاء الله بإذن الله بتلقى صحتها اتصلحت وقامت طوال إن شاء الله.